السلام عليكم، صباح الخير. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه؟ نتمنى ربكم كامل يدخلوا على خير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم، مرحبا بكم هنا في فيديو جديد. اليوم لقيت هنا الجلسه الثانيه ديال القضيه اللي راكم عارفين دايره في المحكمه، دايره اللي انا دايره بها دعوه في المحكمه. المهم اليوم عندنا الجلسه الثانيه، غنمشيو نحضروا ونشوفوا اللي كاين وصافي. انا نتشكل كاين انتم معنا، انا نخرج على الصباح بكري غنمشيو نحضروا في اجوني ديال الاولى، عاد نمشيو للمحكمه وهادشي اللي كاين. بعدا شكرا بزاف 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 الناس اللي دافعوا عليا، وكاين الناس اللي داروا لايفات وكنا اميره وكيدعموني، شكرا لكم بزاف والله الا. وكمان شكرا ما كفيش بحقكم، المهم شكرا لكم والله يجعل ربي يكون معكم. وهادشي اللي كاين البشرى. السلام عليكم. صباح النور. بخير بخير، كلشي مزيان الحمد لله. شنو تقولي لنا؟ صباحكم مبروك. صافي دعوا معنا وصافي. قسمنا دابا حنا غاديين نمشيو نفطروا في الاجنبي الاولى. دعوا معنا، دعوا وقت النص. ماما مرضات مسكينه البارح ضربها البرد. دعوا وقت النص ودعوا وقت الحق. الله ينصر الحق، الله ينصر الحق، الله ينصر الحق. هادشي اللي نقول. صافي نمشيو لكم دابا. المهم جينا هذا، كنا غادي نمشيو لاجوني نفطروا الساعه ملي دزنا وحنا نقولوا نجيو لكاليفورنيا. كنا فطرنا فيها ني ديك المره اللي كنا عم تقديم الاول، جينا فطرنا هنايا يعني سنه وماما. شنو التقديم ديالنا؟ التقديم ديالك السيده وانا زعما ايوا حنا اللي داعيين، راه باينه. وي شنو نوضحوا الناس؟ الناس راه عارفيننا شنو كاين. وصافي جينا فطروا عاوتاني هنايا. صافي جينا هنايا فطرنا وخدينا الفطور ديالنا وكنستناو دابا يجيبوا لنا الفطور. وصافي البشرى لسه كديريها هكا هكا. صباح النور. صبحتي؟ صبحتي اليوم الصباح. سي صباح النور. نعاود قبيله صبريطه وهذا. شوفوا الدنيا شحال زوينه مراها. القضيه بلاتي بس ما اميره قاضيه قبل نهضر. اليوم عند محكمه وبزاف الناس يقولوا للطرف اخر الله يعاونيه بمظلومه والله ينصرك وحنا معاك وحنا معاك. غنقول لكم نطلب ربي، انا هي المسكينه، انا هي المظلومه. غير بغيت نقول لكم انا هاد السيده راه ماشي اللي دعيتها، راه هي اللي دعاتني، هي اللي مشات دارت الشكايه الاولى ودارت الشكايه الثانيه. وهي طلع كتعاير في البنت ونزلت البنت 4 المرات، ماشي مره سمحت ليها. الناس صايمه في رمضان ونزلت تصويره البنت. بالنسبه للصوره ماشي شي صوره اللي انا ما كنرضاش بها ولا شي حاجه. كنسمع ويلي صوره هكا ما كاين لا صوره فضيحه لا زعتر ولا البحر. الصوره في البحر انا وبنتي كنعوم بنتي وسط الماء لداخل، وتصويره كانت في التليفون الداخل. يعني ما انا ما كنحطش هادشي في السوشيال ميديا لان كل حاجه عندها القانون ديالها وعندها القياس ديالها. وكان عندي هذيك الساعه شي 16 15 عام ميم با البنت باقا واش 15 16، يعني باقا قصيره. التصويره في التليفون الداخل تهزات التصويره باش ما تدخلوش حاجكم الوسخ ديالكم، ما تدخلوش الوسخ ديالكم. وماشي غير هذه هزوا لي واحد التصويره اخرى، والتصويره اخرى اللي هزوا لي الانستغرام كنتخرج مع ماما وقالوا لي غادي نصابوها. الانستغرام كاينه انا وبنتي وراجلي واختي. وديك التصويره حتى هي كانت عندي فيها مازال درت 18 عام، وقال لك انا في لابورت. شكون انا في لابورت غتدخلني وانا عندي قبل 18 عام؟ بعدا مشيت جات كملنا 18 عام صيفطنا عليك. لا اسيدي مشيت عليا من حوايجي وحطوها وكيفتاريو عليا اني راه في لابورت. وهذا الشيء كامل من الاولى ما جوش الصور ما مره ما 10 ما 4 كتحطهم وتعاود تنزلهم. زعما راه ما كنخافش، انا كنحط لك وجهك زعما اش في جهدك. زعما جري جهدك. ومشات هي شكات، هي من نزلت التصويره ومشات شكات. ضربني وشكا؟ لا ضربني وبكا وسبقني وشكا. جات دارت بيا جوج شكايات كتكسيدنا انا. جابت واحد التصويره ديال واحد البنت كدير اشهار حطاتها كتقول لها هذه تصويرت بنتي، بزز تصويرت بنتي، البنت امريكانيه وماشي انا اللي حطها وديرها تزوير. وهاد السيده وش كاين؟ هذيك بوحدها. ونزيد هذا الشيء كامل دابا نهار اول مره تقدمات داروا لها التقديم عند وكيل الملك كنت غنسمح لها. طبعا انا ما باغا مع الحاكم، فوز المحاكم زايده فيا. حنا بغينا نسمحوا لها السيده ما بغاتش، طمعات الناس كيصيفطوا ليها وطمعات ما بغاتش. نهار الاول بقات كتبكي على الناس وكتقول انا تظلمت، انا ما دعيتكش انت دعيتيني. ما فهمتش دعيتيني انت، هي تحملي مسؤوليتك. ملي القلب استحروا على السحر بغيتي تسافري للحبس خرجتي بكفاله، انا ما درت لك والو، انت دعيتيني تحملي مسؤوليتك. انا بغيت ندير لك التنازل نهار المحكمه، الناس كاينين القنوات كاينين. بغيت نسمح لك نهار المحكمه قلتي لا، قلتي حتى تجمعي الفلوس عاد اجي تسمحي ليا. ايوا تسناي ملي نجمعي يوم عيط ليا تسمحي لي. واخا جمعي الفلوس يلا سمحوا ليا. وتبارك الله عليكم حنا غادي للمحكمه. شوفوا الدنيا الصباح زوين ومنى السما كي صافيه واحد زوين.
ديت بريدي ديال اتاي ماما خدات كافي كريم ديالها في الصباح وشي دورونج كيكون خلاص مع الفطور كنتسناو الماكله دابا خديت انا فطور شمالي كيعجبني وما فيهش شابوتري ما في قهوي خوين كيديروها هنايا ماما خدات لي خليل صافي ما كيعطيونا لي كرواسون شويه ديال الخبيزات دابا غادي ناكل معايا استاذة تبان غادي في اليوتيوب تبان لا لا انا يمكن شي خدمه بغيت شي بان كلشي كلشي السلام عليكم خوتي خواتاتي كدايرين ديالي لاباس عليكم هانيه صحتكم زيانه حنا جينا عند الاميره بنتنا وخدنا وعزيزه علينا وجينا نزروها جينا بشرى ختنا وعزيزة علينا خايفين نعاود ثاني خونا بنات بشرى هما بناتي اقسم بالله هما بناتي والله اللي عالم بالمحبه والله يخذ الحق اللي كنحيلها والسبب كيف كيتلفوها على القرايه ديالها وكيدمروا لها القرايه ديالها كنطلبوا الله يخذ فيهم الحق بطلتي اليوم بطلت القرايه ديالها الله يخذ فيكم الحق الله يخذ فيكم الحق الله يجيبها لكم من عند سيدي ربي حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم هذه الشابة مازال كتبني المستقبل ديالها وانتم بغيتوا تدمروه لها كنقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم الله يخذ فيكم الحق هذا الشيء اللي كاين وحنا هي غنمشي ناخذ شي قهوه وانتم معانا وانتم معانا الدعوه ديالكم مع اميره الله يسهل عليكم وفاء لما كانت 47 هاد الزين كامل فنون اش غتشموهاش بتباعها وفي مشيتي انا كيف قلوبة كتقلبي على سي خالد لالا سكينة وشي مزيان صحيحة لالا دياموندا ام ادم وشي وادم لالا لطيفة صحيحة لاباس وشدونا وما نفهم وابن سلوى لالا اختي لالا حميرة كي دايرة وانا نتحمق على الزيجو بحال الزيجو ما شنو فيه